اختتمت في محافظة بابل بطولة العراق لمنتخبات القوى البدنية من أجل اختيار لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي ستقام في دولة الإمارات، في وقت حصد منتخب الكوت على المركز الأول لفئة الشباب، وحصدت بابل المركز الأول على فئة المتقدمين. تم اشتراك أكثر من 12 محافظة في هذا، تم اشتراك أكثر من 140 لاعب في هذه البطولة، ومن بعد انتهاء البطولة سيتم اختيار المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا من محتمل إقامتها في دولة الإمارات العربية. خامة جديدة من اللاعبين الشباب الناشئين متقدمين، وأرقام قوية إن شاء الله، وهي أرقام تأهل إلى آسيا. تحقيق نتائج حلوة والبطولة، والبطولة كانت مميزة وبها خامات كلش يعني مثل ما تقول ترفع العلم العراقي على مستوى المحافل الدولية، آسيا، عرب، عالم، وإن شاء الله تحقيق النتائج الحلوة بطولات القادمة. أرقام جديدة حققها اللاعبون الذين وصفوا هذه البطولة بالمميزة بسبب مشاركة لاعبين قدموا مستويات كبيرة وبمنافسات حادة لحصد المراكز الأولى والمتقدمة في هذه البطولة. حصلت على المركز الأول في وزن 105، وكانت منافسة شرسة في وزني جدا، تقريبا 8 لاعبين منافسين، والحمد لله حققت أرقام آسيوية جديدة باسمي، وكانت تنظيم البطولة أكثر من رائع. المشاركة كانت زينة، والمسابقة كانت حماس، وشاركت وزن 93 في 92، حصلت على المركز الثاني وسويت اللي قدرت أسويه. طاقات شبابية أثبتت جدارتها في الميدان الرياضي، مما يوعد بمستقبل واعد لهذه الطاقات الشبابية التي يحتم على الحكومة الاتحادية الاهتمام بها ومد يد العون لها لترفع راية البلاد في المحافل الدولية والإقليمية. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروستين.